نروح للقري وشو بعد البقلاوه. الشيف مصطفى ما نتمناش يكون من عائلتي ولا من اهلي لاني رحت يعني رحت صدفه هكذا رحت باش نطلع عليه ونطلع على الوالده تاعو. اللي حصل يعني حط لي شربه عمري ما كنت شربه بنينه كما هي ما شاء الله. حط معكرون عمره ما معكرون حط الدجاج ما نعرف كيفاش حمره كيفاش صنعوا كيف السلطه تاعو السلطه بنينه يعني ما شاء الله. كل حاجه كل حاجه يعملها بنينه بيديه يعني فعلا البنه في اليدين ما شاء الله. والشربه تاعكم كيما تاع شربه الفرنسي العادي كيما كاع الجزائري بصح هو كاعاد كانت 10 و4 فالوالده قالت لي بالخف روح ما يدخلش ضيف الا وما الوالده تاعها مسكينه مريضه ومهتمه بالضيوف واش ياكلوا ومريضه فوالا درت جبت ما شاء الله من كرمها يعطيك الصحه جبت اللحم جبت القزبر الفرميسيل حمصتها انا الفرميسيل باش تبقى زينه. نعطي نصيحه لكل الساده والفنانه تاعنا دنيا وكل كل بنتي واخي نعم رياض الشربه الفرميسيل باش تكون بنينه تتحمص نقلوها شويه صح كي تقليها علاش من بعد كي تصبح من الصباح لليل ولا من الليل الغدو هذاك تجيبها من الثلاجه يعني ما تشربش ديك المرقه بالعكس كي نديروها خضراء يعني راح تشرب كل المرقه شوف لي زاستيوس.